بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، من فيكم يبي الأجر؟ من فيكم يبي يكون من الناس اللي الله سبحانه وتعالى اختارهم في الدفاع عن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعن شرفه وعرضه؟ نعم إخواني الأفاضل، خلك من هؤلاء، خلك من هؤلاء اللي الله سبحانه وتعالى يعطيهم شرف أنك أنت تجاهد في سبيله. وأنا الآن ما أقول لك والله تعال قاتل ولا ارفع سلاح ولا ولا ولا، لا، الحرب شرسة، الحرب واضحة على الإسلام والمسلمين. إخواني الكرام، أنا أنشأت الآن قناة جديدة، راح يعجبكم الاسم، الاسم راح يعجبكم، نعم، خاصة المتابعين اللي يحبوني وأحبهم راح يعجبهم الاسم. ادخلوا هذه القناة الجديدة وأرجوكم الاشتراك. وطبعا يعني أنا عارف أن هؤلاء اللي احنا بإذن الله راح نحاربهم معروف عنهم أنهم جبناء، معروف عنهم أنهم أصحاب بلاغات، ما يعرف يدافع ولا يعرف يرد. فأرجوكم إخواني الكرام نشر المقاطع اللي راح تكون على هذه القناة على أوسع نطاق، على أوسع نطاق، أرجوكم إخواني الكرام. فراح تلاقون أول تعليق مثبت، اضغط على الرابط راح يوديك عند القناة الجديدة هذه، شوف أول مقطع نزلته. وأرجوكم اشتركوا، لأني أنا ما راح يعني يوميا أعلن عن المقاطع، يعني خلكم هناك واشتركوا هناك. وأرجوكم أرجوكم أرجوكم أي مقطع ينزل اللي يقدر يسوي له داونلود، ينزل المقطع ويسوي له أبلود مرة ثانية، يحمل المقطع مرة ثانية على قناة من قنواته في اليوتيوب والنشر، لأن الوضع خلاص صار الواحد ما يقدر يعني يسكت عليه. احنا ودنا، كان ودنا ان احنا نسوي تطبيق، كان ودنا ان احنا نسوي يعني منصة، لكن والله هذا الموضوع يحتاج فلوس، ولو انا عندي الامكانيات ما كنت اشتكيت لكم، لكن قدر الله ما شاء فعل، حسبي الله ونعم الوكيل. فيعني قاعدين يعني مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يا رب هذه قوتي، يا رب هذا الشيء اللي انا اقدر عليه. أرجوك يا رب العالمين أنك تنصرنا على أعدائك، أعداء الإسلام وأعداء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا ما أعتقد أنا قاعد أطلب منكم شيء مستحيل، ادخلوا واضغطوا على الرابط، روحوا القناة هناك واشتركوا فيها، ضروري ضروري ضروري، لأن اللي راح تشوفونه من حلقات في ذيك القناة راح تشفي صدور قوم مؤمنين. أتمنى رسالتكم وصلتهم.